اهلا، كيفكم اليوم؟ الفيديو حيكون ASMR غراءة قصة ملابس الامبراطور الجديدة. اتمنى ان القصة تعجبكم وتساعدكم على النوم. يلا نبدأ. اوكي. كان في قديم الزمان امبراطور مولعا بالملابس الجديدة، ينفق عليها كل ماله، ولم يكن يعنى أقل عناية بجنوده أو بالذهاب إلى المسرح أو الخروج إلى الصيد إلا لكي تتاح له الفرصة لعرض ملابسه الجديدة. وصادف أن أقبل على المدينة ذات يوم محتالان، زعما أنهما يحسنان نسج قماش ذي ألوان متناهية في الجمال ورسوم غاية في الأتقان، وأن الملابس التي تصنع منه تمتاز بميزة عجيبة هي أنها لا تراها عين من ليس قادرا على القيام بواجبات منصبه أو من كان ساذجا متناهيا في السذاجة. قال الإمبراطور لنفسه: لابد أن تكون هذه الملابس عظيمة، ولو كان لي بعضها لا استطعت أن أعرف في الحال من رجال الدولة لا يليق بمنصبه، ولا أمكنني أن أميز الأبله من العاقل، وإذن يجب أن ينسج لي هذا القماش على الفور. ثم أمر بمبالغ طائلة لكلا النساجين ليبدأ بعملهما في الحال، وقام النساجان المحتالان بالتظاهر بالانكباب على العمل، وقد طلبا أرق الحرير وأخلص الخيوط الذهبية واحتفظا بها كلها لنفسهما، ثم تابعا عملهما المزعوم إلى ساعة متأخرة من الليل. وقال الإمبراطور لنفسه بعد أن مضى بعض الوقت: أحب أن أعرف ما فعل النساجان بقماشي، لكنه تردد وارتبك قليلا حين تذكر أن الأبله لا يستطيع أن يرى القماش، فقرر أخيرا أن يبعث وزيره الشيخ الأمين ليتحرى ما فعل النساجان. وذهب الوزير الشيخ الأمين إلى القاع حيث كان المحتالان يعملان على القماش، وقال بعد أن أنعم النظر في القماش يخاطب نفسه: ما معنى هذا؟ إني لا أرى شيئا. لكنه مع ذلك لم يفصح عما كان يجول بخاطره، وعاد يحدث نفسه: ما هذا البديع الذي أمر الإمبراطور بنسجه على نفقته؟ فلما شعر النساجان باقتراب الإمبراطور أبديا نشاطا كبيرا، وإن كانا ما زالا على حالهما لم يدخلا في النول خيطا واحد. قال الوزير: أليس هذا عملا عظيما جدا؟ حبذا لو تفضلتم يا جلالة الإمبراطور فجملتموه بنظري، فيا له من قماش بديع ويا لها من ألوان رائعة. وقال الإمبراطور لنفسه: كيف هذا؟ إني لا أستطيع أن أرى شيئا، هذه مسألة سخيفة حقا، فهل أنا رجل أبلى أو غير أهل لأن أكون إمبراطور؟ إن هذا ليكون أسوأ ما يمكن أن يقع. ثم قال بصوت عالي: نعم، إنه لقماش رائع وإني لا أتقبله أحسن قبول. وأمعنت الحاشية كلها النظر لعلها ترى شيئا، لكنها لم تستطع أن ترى أكثر
مما رأى الإمبراطور. ومع ذلك فقد صاحوا جميعا: ما أجمل هذا! وأشاروا على صاحب الجلالة بأن تصنع له من هذه القماش البديع ملابس يرتديها في عيد العرش. فاستحسن الإمبراطور الفكرة وأغدق على النساجين الماكرين مزيدا من الأموال. وجاء الإمبراطور بعد مضي أيام مع عظماء بلاطي إلى النساجين، ورفع الخبيثان أذرعهما كأنما يعرضان شيئا. وقال: هذه سراويل جلالتكم، وهذه العباءة، إن الملابس كلها خفيفة كنسيج العنكبوت، حتى ليظن المرء إذ ما ارتداها إن ليس على جسمه شيء. وهذه هي الميزة الكبرى لهذا القماش الرقيق. وقال رجال البلاط: بالتأكيد، ولكن لا أحد منهم كان يرى شيئا من هذا القماش. وقال الخبيثان: هل يتفضل صاحب الجلالة الإمبراطور بخلع ملابسه لكي نلبسه الملابس الجديدة أمام المرآة؟ وخلعت عن الإمبراطور ملابسه، وتظاهرا شقيان بأنهما يلبسانه ملابس جديدة، وجعل الإمبراطور يلتفت أمام المرآة ذات اليمين وذات الشمال، وصاحوا كل شوارع المدينة وسط الموكب، ووقف الناس على جانبي الطريق والنوافذ يصيحون: ما أجمل ملابس الإمبراطور الجديدة، وما أفخم ذيل العباءة! ولم يجرؤ أحد على أن يقول إنه لم ير الملابس الجديدة، لأنه إن فعل حكم على نفسه بأنه أبله أو غير أهل للعمل. وقال طفل صغير: لكن الإمبراطور عاري، لا يرتدي شيئا. فصاح أبوه: استمعوا إلى الصوت البريء! وتهامس الناس جميعا بما قال الطفل الصغير. وأخيرا صاح الجمع: لكنه لا يرتدي شيئا! فغضب الإمبراطور، لأنه كان يعلم أن الناس محقون، لكنه رأى أن يمضي الموكب في سيره، وعني الخدم أكثر من ذي قبل بأن يظهروا حاملين ذيلا وإن لم يكن ثمة ذيل قط. هكذا انتهت القصة. أتمنى أنها ساعدتكم على النوم والاسترخاء. إذا عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا لايك سبسكرايب وزر الجرس. وعندي باتريون، حابين تدعموني الرابط في الأسفل. Thank you. Bye-bye.